كل سنه وانتم طيبين ورمضان مبارك عليكم يا رب وعيد سعيد عليكم يا رب يدخل كده بيتكم كلها كلكم بالفرحه يا رب وبالخير دايما اولا كده احب اقول لكم ازيكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وحشتوني جدا 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 طبعا زي ما انتم شايفين كده بنحضر بقى الكحك والبسكوت يوم الكحك والبسكوت اليوم العالمي للتعب والفرحه وكل حاجه يعني بص هو واخد حاجات حلوه وحاجات مش قد كده بس هو فعلا بيبقى يوم مش قادره اقول لكم بيبقى يوم عامل ازاي على قد ما بنتعب فيه جدا 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 بس ربنا يا رب يديمه علينا ويجمعنا كده يا رب فيه دايما بالفرح والهنا والسعاده والخير ربنا ما يقطع عيدة عاده ولا يقطع لكم عاده يا رب زي ما انتم شايفين كده بقى النهارده الفيديو بتاع النهارده هنعمل فيه الكحك والبسكوت مع بعضينا انا مش جايبه بصراحه كل حاجه بس حبيت اشارككم الفرحه بتاعه اليوم واشارككم <applause> واشارككم احنا بنعمل ايه واليوم بيبقى مش ازاي اليوم بقى بدا معانا كده من الظهر مع ان ماما بتصحيني من الساعه عشرة الصبح بس انا رحت لها الظهر <applause> رحت بقى لقيت ماما بصراحه كانت مشتريه كل حاجه ومجهزه كل حاجه بدانا بقى كده ايه نشتغل على طول زي ما انتم شايفين كده بس اول حاجه بدانا فيها آه الكحك احنا من عوايدنا ان احنا بنبتدي اول حاجه بالبسكوت اصعب حاجه يعني اصعب حاجه البسكوت بعد كده بتيفور بعد كده كحك بعد كده لو هنعمل غريبه بنعملها في الاخر خالص المرة دي بقى عكسنا الدنيا ليه بقى عشان ماما لما جت تجيب ما لقيتش بتاع البيض فاتح يعني المحل بتاع البيض ما كانش فاتح وماما كانتش جايبة الحاجة من قبلها بيوم يعني نزلت في نفس اليوم كده الصبح تجيب الحاجة فكانت مستنية لما بتاع البيض يفتح فقلت لها خلاص يا ماما احنا نبدأ, نبدأ اول حاجة كده بالكحك لان الكحك ولا عايز بيض ولا ولا حاجة هو الحاجة الوحيدة اللي مش عايزة بيض فقلت لها خلاص احنا نبدأ كده بالكحك آه ونسمي الله كده بقى ونبدا معانا الفيديو ونبدا اليوم ونبدا الحاجات اللي هنعملها واول حاجه فعلا بدينا ابتدينا بيها بد... الكحك اول حاجه خالص ماما عملتها ان هي آه عملت الخميره حطت في الحله الصغيره اللي انتوا كنتوا شايفينها آه خميره وسكر وميه دافيه واديتها لي شلتها كده في الميكرويف غطيتها وشلت... وغطيتها في وشلتها في الميكرويف وبعدين كانت آه وزنت بقى السمنه وقالت لي خدي ولعي بقى عليها على النار عشان اه تسيح وتسخن جامد يعني هي كانت عايزاها بدرجه حراره كده ايه اه عاليه شويه اه ممكن ايدينا ما تقدرش تتحملها شويه عشان كده ماما بتقلب بال بالمعلقه الخشب دي اه في نفس الوقت بقى اللي انا ولعت على السمنه كانت ماما بتحضر في الطبق هنا الدقيق وحطت عليه ريحه الكحك وحطت كمان اه استنى انا هحاول افتكر عشان انا بصراحة انا ماليش في الكحك قوي ماما هي ربنا يديها الصحة يا هي بصراحة اللي بتعمله انا كل ما عليا ان انا بساعدها بس يعني ما ما بحاولش اركز قوي يعني معها فتعالوا نرجع للمكونات تاني حطت مع ال حطيت الدقيق حطت, حطت عليه ريحه الكحك وريحه السمنه البلدي وريحه موز وكمان تقريبا حطيت بيكنج باودر بيك تقريبا تقريبا بس هي تقريبا حطيت يعني سامحوني جدا انا طبعا مش طالعه اعلمكم يعني الكحك البسكوت انا طالعه بس اشارككم فرحه اليوم معايا بس عامه لو حد حابب يعرف المقادير ممكن تكتبولي في التعليق وانا انزل لكم المقادير الحمد لله الحمد لله يعني ربنا يديمها عليها نعمه ويديها الصحه يا رب ماما عمايل ايديها ما شاء الله اللهم بارك ربنا يا رب يديها الصحه كده و... ويبارك في عمرها آه فانتوا لو حابين المقادير انا ممكن انزلها لكم في, ال... في التعليقات لو حد حابب آه انا طبعا عارفه انكم كلكم شاطرين واكيد سبقتونا كمان وعملتوا قبلنا انا بس والله حبيت ان انا اشارككم فرحه اليوم واللي حصل يعني في اليوم معانا آه بص بقى هنا ماما كانت آه بتبس الكحك هي بقى ايه تعمل شويه وانا اقول لها هاتي عنك شويه هي تعمل شويه وانا اعمل شويه هي تعمل شويه وانا اعمل شويه طول ما احنا بنعمل على كده هي بقى بصراحه بتبقاش عايزه حد يعمل معاها يعني هي ما بتحبش حد يتحط معاها بس انا يعني بحاول ان انا اعمل معاها عشان هي تريح ايديها شويه لان هو بيبقى متعب يعني هو عمايله متعبه شويه هنا بقى خلصنا العجينة زي ما انتم شايفين وركنها بقى ترتاح شوية مكان ايدينا دخلت انا بقى مسكت الملبن كده قعدت اقطع فيه مكعبات صغيرة على قد بس ما هنحطها في الكحكية بحيث ان اللي ياخد الملبن ما يبهدلش ايده يعني ما يفضلش يشد كده منه ويبهدل ايده فتبقى ايه المكعبه كده قدامه يحطها على طول في وسط الكحكيه انا حبيت ان انا اعمل كده بحيث ان احنا ننجز يعني على طول كان بقى معانا في اليوم ده صحاب, صحاب اختي جم قضوا معانا كده اليوم وعملوا معانا بصراحه يعني ربنا يديهم الصحه ما شاء الله عليهم انجزوا معانا كتير جدا وما شاء الله عليهم يعني ايديهم جميله وتسلم ايديهم بجد قعدوا بقى بصوا قعدوا عملوا الكحك تقريبا قعدنا بقى كلنا كلنا كده عملنا الكحك وبعدين بقى بعد ما خلص الكحك دخلنا بقى بعديه على البسكوت ايه بصوا بقى هنا كان يعني ماما سابتنا بقى بنعمل الكحك ونزلت بصراحه هي جابت البيت قالت عقبال ما إنتوا تعملوا تخلصوا الكحك كله هنزل انا ايه كانت محتاجه كمان حاجات للبيت للفطار وكده نزلت جابتها وجابت البيت وكنا احنا خلصنا الكحك عقبال ما جت بدأنا بقى ايه نظبط يعني الدنيا ونجيب بقى المكونات بتاعه بتاعت البسكوت وكده اول حاجة ماما عملتها حطت ذرة ملح وحطت البيكنج باودر على على الدقيق وبدأنا نضرب السمنة في الكبة يعني ماما بتبقى عايزة ان هي ودي اول سنة او تقريبا تاني سنة ماما تعمله بالطريقة دي ان هي تضرب السمنة نفسها تضربها الاول في الكبة تدي القوام الكريمي اكنها بتعمله في عجان كده يعني اكنها بتعمل العجينة في, في, في العجان فيديها نتيجة افضل يخلي الحاجة ناعمة اكتر يعني فحطينا هنا ال حطينا السمنة وبعد ما بقيت كريمي كده حطينا عليها السكر وبعد كده بدأنا ننزل عليها بالبيت شوية شوية لغاية ما بقيت شكلها كريمي زي ما انتم شايفين كده وحطيناها بقى في الطبق وبدأت ماما برضو تديها تقليبتين كده في ايديها بايديها وبعدين حطيت شوية زيت بس هو اقولكوا اقول لكم في بقى حاجات طبعا ما حطيتها تاني اسفه جدا انا مش هعرف أقولهالكوا لكم بس عامه زي ما قلت لكم اللي حابب المقادير يقول وانا انزلها لكم اللي انا اعرفه ان بيتحط البسكوت اللي و... وتانك برتقال وفانيليا وبيض وسكر يعني انا اعرف بس انا اعرف المقادير بس ما اعرفش معيارها ايه اعرف ايه اللي بيتحط بس ما اعرفش معيارها ايه فعادي يعني اكيد انتوا اشطر مني برضو مش يعني بص انا عايزه اقول لكم ما على اللي انا بقوله ده إيه وهتقولي ازاي بتقولي انك ما تعرفيش وازاي وكان لازم تسالي قبليها وكده بس لا عادي انا ما بحبش الحاجه اللي ما بعرفش اعملها بقول انا ما اعرفهاش ف ما بحبش غير يعني انا ما بحبش غير كده اعرف اعرف ما اعرفش لا ما اعرفش خلاص عادي سهله جدا بصوا اقول لكم يا جماعه بجد كان اليوم حلو جدا الناس اللي ما بتعملش في البيت يعني بصوا انا انا معاكم ان هو بيبقى تعب انا فعلا يعني فعلا احنا بنبقى تعبانين وبنبقى مرهقين جدا يعني من, من اليوم ده بس فرحة تانية خالص فرحة للأطفال وفرحة ليكو وفرحة للبيت فرحة فرحة العيد كده بتحسوا بالعيد دخلة العيد كده أو اليوم اللي احنا بنعمل فيه كحك والبسكوت خلاص احنا كده حسينا بالعيد هنا بقى كنا خلصنا العجينه وبرده ركنناها كده تحت شويه وقعدنا بقى زي ما انتم شايفين كده انا وايه اختي آه ناخد بقى المسكوت كده من ماما ماما بتلف لنا هي المكنه واحنا بقى ناخد منها كده ونرص قصاد بعد واحده 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 لغايه ما نخلص ايه على طول خلصنا برده البسكوت والحمد لله دخلنا على اللي بعده وكانت كان البيتي فور والله ما فاكره ده البيتي فور الغريبه بس تقريبا ده البيتي فور اه ده البيتي فور إيه برضو ماما حضرت المكونات ظبطت الدنيا وقعدت بقى يعني هي بتقعد تقول لنا هاتوا كذا واحنا نناولها هاتوا كذا وهي تبقى قاعده إيه تركز بقى في المقادير وتحط ايه ومش عارف ايه وكده آه هنا قسمنا العجينه بتاعه البيتي فور مش نصين انا عن نفسي بعمل شوكولاته اكتر بحب الشوكولاته اكتر فقسمنا كده زي ما انتم شايفين على طبقين إيه علشان كل عجينه تبقى لوحدها وقعدت انا بقى على مكنة البيتي فور واديتها بقى بص لغاية الساعة واحدة ونص بعمل في البيتي فور بتاعي والبيتي فور بتاع ماما لغاية الساعة واحدة انا نازلة من عند ماما الساعة واحدة ونص من الدور لغاية الساعة واحدة ونص بنعمل في الحاجة بس يعني ربنا يبارك يا رب في فرحتنا و والله ما بارك بجد الحاجة طلعت ما شاء الله جميلة بصوا بقى هنا كانت اغاني رمضان اللي هي ان رمضان خلاص ماشي يعني اللي هو بداية بقى اغاني العيد كانت شغالة كده حبيت برضو اوريكو جزء منها وهنا بقى خلاص كنا خلصنا الحمد لله الحاجة ونزلوا بقى البنات كده يستوى زي ما انتم شايفين في السجاد بقى كانوا فرحانين اول ما نزلين مع بعض كده في السجاد آه وبس خلص بقى الفيديو بتاعي على كده واشوفكم على خير مع فيديو جديد وكل سنة وانتم طيبين آه انعاد عليكم بالخير يا رب رمضان جري بسرعة جدا جدا بجد والله الواحد ما حسش بيه جه كده ومشي على طول ضيف خفيف كده بيجيلنا كل سنة مرة آه الواحد في اوله بيبقى مستصعب الصيام وال والفرهضة وكده خصوصا بقى استنيتي جي شتاء. والجو كان حلو وفي الايام جريت بسرعه اكتر بصوا بقى ده منظر كده البسكوت بتاعنا ده كان اول حاجه نطلعها من الفرن حبيت كده اشاركها معاكم واوريها لكم ما تنسوش بقى اللايك للفيديو والاشتراك في القناه لو اول مره بتشوفوني وحب اقول لكم بحبكم جدا 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 <applause>